حاجة أخيرة عايزة أقولها، نزول البنات. أنا بعترض تماما على كلام تامر جمال لما قال البنات والسيدات ما نقدرش نمنعهم من النزول. لا، نقدر نمنعهم ولازم نمنعهم، لأن إحنا مش في جهاد، على فكرة إحنا مش في جهاد لنشر الإسلام، يعني إذا كنتوا فاكرين ذلك. لأ، البنات ما ينفعش تخرج في هذه الظروف وفي هذا القمع والتوجيهات الأمنية باستخدام القوة الغاشمة في التعامل مع أي تهديد بيوجه الأمن. تمام؟ فلما حد يقولك بطش وقوة غاشمة، معناها إنك أنت بترمي نفسك في التهلكة. البنت هي قرة عين ابوها وامها، الزوجه هي عماد الاسره. لما بتقولي انا خارجه معناها انك بتعرضي نفسك للتهلكه، معناها هيتقبض عليكي، يعني هتترمي في المعتقل، يعني هيتم التحرش بيكي، يعني هتتعرضي لحاجات كتيره جدا، وهتنتهك كرامتك وهتنتهك حرمه جسدك. فما تحطيش نفسك في موقف زي ده. الستات لازم يتم الحفاظ عليهم، واذا كان في بنت في بيتك ست او بنت، مش ده الوقت اللي تنزل فيه، الا لو نزل الشعب كله باحجام ضخمه بالناس كلها ماشيه في الشارع، فساعتها يعني at this point هي دي نقطة الأمان اللي تقدر تنزلهم. لكن أنا بطلب من كل البنات، خلاص احنا حفظنا السيناريو ماشي ازاي، فأرجوكم. يعني طبعا الكلام أنا كل مرة بقوله في أي حراك بيخرج، لكن أنا ضد أي حد يوجه البنات للنزول أو الخروج. حافظي على نفسك، حافظي على شرفك، اقعدي في بيتك، تابعي اللي بيحصل فيه. حاجات كتيرة ممكن تتعمل لمتابعة الموقف، تمام؟ وفي وقت مناسب هو ده اللي تقدري تنزلي فيه، لكن مش في الخطورة، وما ترميش نفسك في التهلكة. تمام؟ تحياتي ليكم، وتحيا ثورة 25 يناير، وطبعا ذكرى الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم وبدمائهم علشان مطالب ما اتحققتش لغاية دلوقتي، وهتفضل ذكراهم حية. وثورة يناير كانت ثورة مجيدة، وكانت تاني بقول إن هي كانت تشخيص صح وعلاج صح، ولكن للأسف لم يتم تحقيق أي من المطالب إلى الآن. تحياتي ليكم، والخير والأمان ليكم ولبلدنا ولكل مواطن مصري، سواء مؤيد أو معارض. كل التحيات وكل التمنيات بالأمن للجميع.